البشرية في خطر للأسف يا عادل، ولكن السبب هو الذكاء الاصطناعي. هذا حديث الساعة الآن. نعم راوية، حقيقة هذا ما حذر منه العديد من الخبراء التقنيين الذين يرون أن هذا الذكاء المرعب بين ضفيرتين قد يؤدي إلى انقراض البشرية. العلماء دعوا من خلال بيان نشر على صفحة الإلكترونية لمركز أمان الذكاء الاصطناعي أن يكون تخفيف مخاطر الذكاء الاصطناعي أولوية عالمية. العلماء وصفوا هذا الخطر بأنه يوازي أخطار حروب الأوبئة والخطر النووي، فيما وصفه آخرون أن هذه المخاوف مبالغ فيها. لفت في الموضوع بأنه هذه المخاوف جاءت من رواد ويعني آباء الذكاء الاصطناعي، مخترعي الذكاء الاصطناعي. بدنا نشوف الله يستر فيه، يعني في بعض بيقول خلال 5 سنوات ممكن تدمر البشرية من الله يستر. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.